مجموعة فنون مصر للإنتاج والتوزيع تقدم.
خلصت لك على كل الشركة. يا ريتك كنت موجود وتشوف وشوشهم ساعة ما عرفوا انك خرجت من المستشفى. كانوا هيموتوا. الحمد لله لولا انك بتتابعني وقلت لي على الحيوان اللي كان هيموتني وانا في المستشفى. ايفان ما يفرطش في رجالته خالص يا ابو هيبه. اسمع يا ابو هيبه، انا عايزك تبعد خالص عن كين. امرك. انسى. بعدين في حاجه تانية. امر الشركه ما تحاولش تصطدم بيها، احنا مش لوحدينا في الدنيا يا ابو هيبه. في اجتماع دلوقتي عايزك تسمع اكتر ما تتكلم. تمام. بس قلت نتقابل في الجامعة زي زمان. ولا انت نسيتي ان انا كنت في جامعة؟ لا ما نسيتش، بس انت كنت في الجامعة وانا لسه في الجامعة. بس احنا الاتنين دلوقتي في جامعة واحدة. ده غير. بعدين برضو ممكن الجامعة تغير رأيك فيا. لا والله. ده حيصور بقى. من انت اصلا ازاي دخلت هنا؟ انا دخلت هنا عشان قدمت على دبلومة في جامعة. انا عايزه اقول لبابا، مش هقدر اكتر من كده. قلت لك ما سمعتيش كلامي. خوي جيبيله عيل تاني. نزدروف يا ابو هبه. أبو هبة لوبت بريكلوتشيني. توتشينا. طالما بنعملوا حساب كل حاجة أو فاهمين دماغ الناس أو كله بيطلع راضي ومبسوط يبقى تمام التمام وميت فل والمصلحة بتكفي نفسيها أو تكسب. أتليتشينا. أتليتشينا. Probably. Probably we're looking forward to expand our arms operations in Egypt.
There are no official wars between countries. But they have demand more weaponry. We need to expand. You're not taking enough, Abu Haba. You've got to change the type of weapons you are taking from us. Why don't you ask for heavy artillery like cannons? لأن زبايني من الصعيد أو دول سلاحهم معروف آلي يا إما ناس تانية عاوزة تأمن نفسها أو دول برضك سلاحهم معروف لكن السلاح التقيل ما عنديش ليه زبون تجار مخدرات أو متطرفين ودول ملهمش أمان You know your brother Hakam and his son Khalaf already took some heavy arms before. خلاص خلي السلاح التقيل لكين وخلينا انا في اللي بعرفه ساديس صبراني شوني كونشنس ساديس السنه الوحيده اللي كنت فيها المسؤول الوحيد عن بيع السلاح في مصر قدرت اخلي بيع السلاح سهل قوي غير السنين اللي فاتت انت تتكلم عن نفسك بس مالكش دعوة بالسنين اللي فاتت أنا الحقيقة يا جماعة مش قصدي أضايقكم خالص على الإطلاق بس الحقيقة برضو يا أبو هيبة إن أنا في السنة اللي فاتت دي بعت 5 أضعاف اللي أنت قدرت تبيعه يا أبو هيبة ومش عايز أضايقك برضو The arms market size in the Middle East according to our statistics in past 10 years is around 70%. Egypt alone amounts 39. The statistics says that steady increase, but it's marginal and slow, especially when there are a lot of indications of more conflicts, and not only in Egypt, whole the region But a separate notice. I don't want to see any weapon coming in from Libya, Sudan or Gaza. It kills our business. Это правильно. Но нам не надо забыть об опытом Абу Хеба. Честность и стабильность уровень оружие в мире. Да. Но Кин. Кин увеличил свои продажи от 10 до 30% в Египте. Кроме того, мы никогда не сможем завести тяжелую артиллерию через египетскую службу безопасности. Очевидно, нам нужны Они оба, Абу Хаба и Кин. Так что, решено? Подумаем. أبو هيبة أبو هيبة لو فاكر نفسك حاجة تبقى تعبان طلعت ولا نزلت مالكش عازة يا جامد
هتشوف بكره اللي ملوهش عازه ده يعمل فيك ايه يا ابو هيبه. حسابك كبير جواكين، واني هحاسبك عليه كله على بعضيه. صعب يا ابو هيبه صعب، اصل انا ماليش ملكه يا ابو هيبه، لا ليا عزوه خاف عليها ولا ليا ارض ولا ليا وطن. لو فكر العزوه ملكه تبقى غلطان. عزوه ابو هيبه هيبه. هو انت ما عرفتش ان اخوك جاي لغايه عندي وعايز يشتغل معايا؟ يا فرحتك بعزوتك يا ابو هيبه. بقول لك ايه، ما تسيب تجاره السلاح دي واشتغل في اي حاجه تانيه، اشتغل خاطبه مثلا. أنا حوريك شغل الحريم اللي انت منيهم. فرق بيني وبينك انك أعمى ما بتشوفش غير اللي معاه التمن، لكن أنا عندي قانوني. الشمال ملوش قانون يا بوهي. الشمال لو تساب هتولع. هتولع ده كل لما تولع نشتغل أكتر. تجارة يا أبو هيبة والتجارة شطارة. ما هي لو البلد تهمك كنت هتخاف عليها. بطل الوهم اللي انت فيه ده يا أبو هيبة. اللي يبيع ما يخافش واللي يخدم. أقول لك يا أبو هيبة، أنا لو منك تروح تعمل جمعية خيرية كده تحل فيها مشاكل الصعب. وأنا لو منيك أفتح سيرك ولم فيه تعابين ونسانيس واعمل بيهم نمره. لسه مناخيرك فوق، لسه فاكر ان انتوا ناس واحنا ناس عرب واحنا ملناش جذور. مش كل القديم اثر يا فالصو، مش كل الجذور ليها نسب. انا هقفل عليك وامنعك تغرقنا بشر اعمالك. انا هفضل وراك يا ابو هيبه لغايه لما احط في كل ايد سلاح. اللي هتديله سلاح هاخده مني واضربك بيه. بتحلم وعايز تنسى انك تاجر سلاح زي احلم؟ ايوه، لكن انسى لا. اللي جرب الموت ما ينساش التعبان اللي لدغ، واني ما بنساش اكين، ما بنساش. رد بقى. ممكن تساعديني؟ حمزة يا حبيبي انت كبرت، ساعد نفسك بقى. مش معقول كده، محدش في البيت ده بيعمل لي حاجة. أنا هقول لجد أبو هيبة وماما هيجي يضربك. إيه يا أحمد ما بتردش عليا ليه؟ مش قلت لك ما تسيبش عطية لوحده؟ أنت بتقول إيه؟ ده فين ده؟ طيب أنا جاية. سلام. عطية فين يا حب؟ هنلاقيه في المشروع الجديد يا أمينة. ازيك يا حمزة؟ عطية فين ها؟ أنا هنا يا أمينة. يعني هكون فين يعني؟ سايب البيت وجاي وسط العمال اللي هي بنت عمي. انا لو قفشتك تكفيش ايه بس؟ هو في حد يقدر يزعل ست الكل؟ ام حمزه نقعد بقى نتخانق بقى. لا انا عايز اروح عند جدي. يا سلام، يلا بينا يا معلم على جدك. يلا. مش يلا ولا ايه؟ يلا حبيبي يا حمزه. الف 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 مليون مبروك.
مبروك يا بيه. لعلمك بقى الباشا بتاعنا أول مرة يخرج حد من غير ما يمس عليه حتى بتعويض. مش كفاية 100,000 جنيه فعلا؟ يا حبيب قلبي 100,000 مبروك. بس لما تيجي في الفلوس سنة ولا كنت خدت لك سنة ولا خمسة سنة كنت بقول لك إيه؟ بس أنا ولا خمسة أنا عليك روح. ألف مبروك وخلاص هانت أهي هتطلع من هنا على اسم الدقة. كنت فين يا رولا؟ بقالك 3 أيام برا البيت. كنت في السخنة مع صحابي. السخنة؟ احنا مش اتفقنا بلاش الحبتين دول وتعمادي شوية؟ معلش بقى نسيت، المرة الجاية هعمل. بس انت عارفني بقى ما استغناش عن الشقاوة. انا اسفة بقى. احمدي يا رولا احمدي. ما انا قلت اسفة. رجالتي كل يوم بيروحوكي سكران. اللي يسمعك بتقول كده يقول انك بتخاف على شكلي وصورتي قوي، ما يعرفش انك واخدني من بيت ابويا صفحة بيضة ومعلمني كل حاجة. ولا انت ناسي انت معلمني ايه؟ رولا استني وتبطلي شقاوة. ها قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. استنى يا أخوي. ما تتحركش يا منصور، ما عايزكش تتحرك لحد ما خرم العروسة. ريح روحك يا غنيمة، العفاريت ما عرفوش يعملوا معنا حاجة. ما خايفاش عليك من العفاريت، خايفة عليك من أقرب الناس ليك. غنيمة أعمل إيه بس؟ ما طيقاش حد منيهم يقعد عندينا. غنيمة يا ربي حذرني يا منصور، كل ما عيني في عينيها تيجي النار تولع فيا. انت عارف ان زكية دي قص الشر كله. ارميها من راسك يا غنيمة، روق دماغك لا يعلموك الغلة يا بنت عمي. كابش النار محروق بيها، افهمي بقى. من عين زكية ومن عين حكم ومن عين عيالها، ربنا يخليك لينا يا رب ويكفيك شر العيه قادر كريم. كنت مروح لحقتني قبل ما امشي. ما انا لازم الحق. هو انا ليا حد غيرك؟ يعني انا اللي ليا حد غيرك؟ ده احنا نقعده ونقعده ونقعده يا جوي. بيحبني وقال لي هيتجوزني وقال لي هيسفرني وقال لي هيديني 100,000 جنيه وضحك عليا. حتى شوفي خلاص. أما لو بابا وماما كانوا شافوا الفيلم ده ولا نزل على النت كنت هعمل ايه؟ تديني الكاميرا بالقرف اللي فيها ده بكام؟ 100,000 جنيه. هديكي 100,000 جنيه بس ما اشوفش وشك لا هنا ولا عند عطية تاني. افراس السنة هنبنوا العقود. بس انا قلقان شوية من كين. كين جاي على ارضي والعقود هتطمد هناك في قريتنا. أظن كين يده مغلولة. بالعكس إحنا اللي في المسؤولية، لو أي حد جراله أي حاجة في الفندق بتاعنا إحنا اللي هنشلوها. عشان كده
عاوزك تنفذ كل اللي هقوله لك بالحرف، بيني وبينك مفيش طرف تالت. قدامنا فترة على راس السنة، ها؟ تروح الفندق مرة واثنين وتلاتة، تغير بتوع الأمن وتجيب ناسنا. بس خلف أخويا ممكن يعملها حكاية، أنا أخو الزغير. عاوزك تجيب لي خلف الليلة دي، عاوز أشوفه وأنا في الاجتماع من غير ما تقول له حاجة. Perfect. Is everyone having fun here? Yeah, Sammy. Play lower. الو، ايوه ماهر. اجي فين وميت يا ماهر؟ عم ماشي، خلاص خلاص يا ماهر، ماشي. يلا سلام. اوف، خير يا خلف بيه؟ في حاجه؟ لازم انزل مصر دلوقتي حالا، عايزك تكلمهم في المطار على ما اوصل. ها؟ حاضر يا فندم، أمرك. مش عارف عمي عايزني في ايه. خلي بالك من الشغل، وعينك ما تنزلش من على مراتي وبنتي. سمعتني كويس؟ حاضر يا فندم. يلا كمل رأسك. أمينة، كويس إنك صحي، أهو نقعدوا مع بعض شوي. ده أنا حتى جايب لك هدية. وأنا كمان شايلة لك معايا هدية. وأنا ليا حد غيرك. يعني أنا اللي ليا حد غيرك؟ إحنا نقعدوا ونقعدوا. خاين وقذر. الحمد لله. عالسلامة. ما تزعلش مني يا حكيم. لا ازعل، ده كلام برضو. لو اتكررت تاني مش هتنزل من هنا. توبة 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 توبة. على فكرة أنا خصمت منك 100,000، يعني هتشتغل عندي ببلاش بقية عمرك. بس لو أبو هيبة ما ظهرش في شرم الشيخ، أو يعني قدرت تمنعه أساسا إنه يوصل هناك، هيبقى في كلام تاني. أبو هيبة؟ أبو هيبة. حاضر حاضر. المرة دي الغلطة بفورة، وما تتصلش بحكم اليومين دول، أبو هيبة بيراقب. حاضر. فارس. أمرك. إياك تخطي سلط الأمر هناك، مفهوم؟ فرحتي بيك.
اشرب. لا ولا حاجة، بس يعني يا سبحان الله. نعم ابدا، يعني العقد اللي حضرتك لابساه وشعرك ولبسك ومشيتك. امال خلف فين؟ وبعدين انا مش حذرتك قبل كده؟ حضرتك كده هتخليني كل ما اشوف حاجة حلوة ما اعلقش خالص. شوف لي خلف فين ودلوقتي حال، وما تقوليش ان هو عنده شغل. خلف فين مسافر. ايه؟ مسافر؟ ماهر بيكلمه وقاله لازم تكون في القاهرة فورا. طب من دلوقتي لحد ما خلف يجي أنا مش عايزة أشوفك قدامي خالص، مفهوم؟ روح شوف شغلك. جرالك ايه يا بنتي غنيمي؟ ما عرفاش ليه قلبي بيوجعني تاني. اترك يا منصور اللي فيك فيك، بس انا خايفة عليه لا يتعب، ده لسه مراكش. ربنا يهديك يا منصور، من قلبي ربنا يهديك. وزي كل يوم سيب النور مفتوح وباب الصبر موار. وادي حمزه لو جريت زي عوايدك ما هاخدكش معايا. ها مش عايز اروح. بس هواد حمزه عيب كده حبيبي، هندخل نسلم على تيتا زكية. يا قمر ما ناوياش تزوروني عاد ولا يا ام عطيه؟ وماله يا عطيه، بس ابو هبه يؤمر الاول. وبابا ماله ومال الزياره يا طنط؟ اسالي غنيمه وهي تقولك يا حبيبتي. انا عارفه ان انتي طيبه يا امين، بس نظرك ضعيف على قده ومش قادره تشوفي كويس. أنا نظري ستة على ستة يا طنط. معلش عن إذنكم أنا هروح أشوف حمزة عشان نمشي. بالسلامة يا مرات ابني. بقول لك إيه يا واد، عيال كريمة عاملين معاك إيه؟ ولا الهوى، ده حتى عيب السؤال ده يا أبو عطية. جدع يا واد، ابن زكية بصحيح. هو أنا خلفت غير عطية؟ روق، بكرة هتركب يا عطية وحبقى فكرك يا باشا. حبيبتي يا أم عطية، حبيبتي. يا جدو، يا جدو، ده فين يا جدو؟
ماشية شمال ذنوب بالكم تكفي جبال سباق بينا على الاحبال